نروح مع حضراتكم لموضوع آخر. والحقيقة إن في دراسات كتيرة بتتعمل على مخاطر السجائر الإلكترونية، وأحدث دراسة قالت إنه السجائر الإلكترونية ليها أضرار نفسية على الشباب وبتتسبب في شعور بالقلق والوحدة والأرق. عايزين نعرف تفصيل أكتر عن هذه الدراسة. معانا دكتور وائل صفوت، استشاري البطنة ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ محمد، واسمحوا لي أشكركم طبعا على اهتمامكم بالموضوع ده وفي البرنامج رقم واحد الصباحي ومع اعلاميين جمال محمد وجمال، ربنا يخليك. الف شكر لحضرتك يا فندم. طيب في البدايه لو حضرتك توضح لنا يعني معلومات اكتر عن هذه الدراسه. الحقيقه طبعا احنا لن نمل على ان احنا نوعي عن موضوع السجائر الالكترونيه، حتى لو واحد بس بطلها احنا يعني الحمد لله ان شاء الله هيبقى حاجه جميله. بالتأكيد مفيش خلية من خلايا الجسم ما بتتأثرش بالسجائر الإلكترونية، وخاصة إن سوق السجائر الإلكترونية في بلادنا عشوائي، بمعنى إن مفيش فحوص أو حاجة بتتم على الزيوت اللي بتيجي ولا جودتها، وفي نوع شعبي منتشر وفي نوع بريميوم، كلهم طبعا مضرين. المشكلة طبعا في السجائر الإلكترونية وفي السجائر حتى العادية هو النيكوتين. النيكوتين بيخش لو دخل على شاب اقل من 18 سنه وحتى طبعا بعد 18 سنه بيؤثر على المراكز الخاصه بالادراك وبيأثر على الشخصيه. الشخصيه بتبقى في نقص تحصيل دراسي، بيبقى عصبي، بيبقى قلقان، مش بس عشان انسحاب النيكوتين من الجسم، انما فعلا الخلايا نفسها بتبقى فيها اعتماديه، فيها نوع من انواع اللخبطه في الشخصيه نفسها. وطبعا استمراره في هذا الموضوع بيكمل طبعا وبيؤثر على خلايا طبعا الجسم كلها، الدوره الدمويه. بالاضافه طبعا السجائر الالكترونيه فيها زيوت غريبه، فيها طبعا غريبه اقصد انها المفروض انها تتاكل مش تتحرق او تتسخن، وطبعا في جليسرين وجلايكول ده المفروض برضو ما يدخلش الجسم لانها كلها سموم، وكل الحاجه اللي في السوائل الالكترونيه في العسل، ريحتها حلوه وظريفه وكل حاجه بس جواها سموم كثيره. طيب دكتور، هو حضرتك يعني هنا الدراسه معنيه اكتر بالسجائر الالكترونيه ولا التبغ المسخن؟ ما هو زي ما قلت لحضرتك كل انواع التبغ في سموم مختلفه، يعني الشيشه غير السجاير، لان كل حاجه فيها يعني كل الانواع. طيب الدراسه دي فندم معنيه انه بتقول انه ليها اضرار، احنا بنتكلم على اضرار عضويه، لكن الدراسه بتتحدث عن اضرار نفسيه. اه طبعا الاثار النفسيه كلها برضو مركزه على المراكز بتاعه الادراك والمراكز بتاع تحسن الشخصيه او التاثر على الحاله العامه بتاعه الاكتئاب وتاثير على ادراك كبير في المخ. وطبعا احنا عملنا فحوص مؤخرا، يمكن اول فحوص على السوائل الفيب اللي منتشره في مصر وطلع فيها سموم كثيره. انا بكرر كلمه سموم دي لانها طبعا حاجه مرعبه، وفي طبعا نوع من السوائل في كميه نيكوتين اكتر من علبتين اللي هو اسمها سولت نيكوتين او ملح النيكوتين. بس طبعا ده لا يعني ان الحاجات الثانيه لا، او زي ما حضرتك قلتي التبغ المسخن برضه فيه جليسرين وفي نيكوتين يعني وتبغ معالج المفروض. وبالتاكيد السخان نفسه او الحاجه اللي بتسخن دي برضه فيها حاجات لانها فيها المعادن المفروض، والفلتر كلهم طبعا بيأثروا على الحاله النفسيه والحاله العضويه بالتاكيد. انا عايز اقول لحضرتك يا دكتور ان انا دلوقتي بحاول اشوف الفيديو اللي احنا عارضينه على الشاشه، من كميه الدخان انا مش شايف اي تفاصيل، فاعتقد انه الشركات كمان اللي بتنتج هذا النوع من السجائر الالكترونيه فاهمه كويس حاجه زي دي وبتلعب على نفسيه الشباب في كميه الدخان اللي خارجه من هذه السجائر. مع حضرتك حق طبعا، وهي طبعا حيله، وحضرتك بتقول لي مصانع او شركات، لا دلوقتي الناس بتعمله تحت بير السلم زي ما بيقولوا، بتعمله في بيتها، بيجيبوا الحاجه الجرتن الفلاني او الكميه الفلانيه ويحطوها على كذا بدون اي رابط ولا ضابط، وفي نفس الوقت هم مش فاهمين لما بيحطوا الزيت ده على الزيت ده على الجليسرين ودرجه نقاوته. فمهم قوي زي ما حضرتك بتقول كده، او يعني اللي بيربط الشخص بالتدخين هي كميه العادم اللي طالع، انا بسميها عادم لان هو فعلا عادم،
وبيحس كده بالانتاج، يعني بيحس انه انتج حاجه يعني. بالظبط. والشيشه برضو كانت كده يعني، الشيشه برضو كانت ارتباط الناس بيها الكركره بتاعه الصوت، وفي نفس الوقت كميه الهواء اللي طالع او العدم اللي طالع، ودي مش موجوده في السجاير. بس طبعا في حاجات اخرى في السجاير انها افيلبل معايا طول الوقت. يمكن كمان برضو السجاير الالكترونيه مشكلتها انها فعلا موجوده في جيبي، وفي ناس كتيره بتستخدمها باستمرار كنوع من العاده، يعني ما بقاش بس ان انا باخد نيكوتين وجليسرين والكلام ده، انما انا حابب الهاند تو ماوث الطريقه طبعا دي. وبرضو يحصل ادمان على النكهه، يعني في ناس تحب مثلا التوت، هتحب البطيخ، هتحب اي حاجه فبتكمل فيها علشان مبسوطه. وبنسمع طبعا او بشوف اصدقاء بيروحوا على قهوه معينه عشان تاخد العلكه، انا بقول تاخد لان السيدات بيحبوا القصه دي، العلكه والنعناع وليمون مينت، ولو ما خدتوش في المكان ده والنوع ده تبقى مزاجها ما خدتش مزاجها يعني، او ما خدش مزاجه. يعني دي بتبقى زي ما حضرتك قلت، هي بتبقى يعني كمان عاده سيئه جدا زي ما حضرتك تحدثت. لكن الفكره انه يا دكتور زي ما حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي، انه في ناس كتير جدا بقت بتتجه للسجاير الالكترونيه او حتى التبغ المسخن اكتر حتى يعني من الاول. يعني في ناس كانت ما بتحبش اصلا السجاير، ريحه السجاير، التدخين حتى السلبي ما كانوش بيقدروا يتحملوه، لكن السجاير الالكترونيه بقينا بنشوف ناس كتير جدا بتستخدمها، مع ان في دراسات تتحدث انه بالعكس السجاير الالكترونيه ممكن تكون اضرارها اكبر من السجاير العاديه، لانه حتى لسه الدراسات عنها لم تكتمل بعد. تمام. انا بشكرك يا استاذه جمانة طبعا على اثاره هذا الموضوع، وانت بتقولي انها عاده، احنا انا بقول انها حاله مزاجيه معينه، حاله مزاجيه متكامله. وطبعا الشباب بيبقى عندهم هذا الموضوع. والحاجه المهمه ان شكل العلبه اللي هي مرسوم عليها توت وبطيخ وحاجات واسمها، وطبعا انها ملهاش ريحه، فهيقدر يروح البيت بدون ما حد يشمه او ده الموجود طبعا في السجاير. والاغراء بقى بتاع شكلها، وان هو دي اكبر من دي ودي مرسوم عليها كذا، والكفرات والالوان. طبعا بالظبط. وبيبتدوا ان هم يتنافسوا في النوع ويقعدوا يتكلموا على الحاجه، بتبقى بجد حاله مزاجيه. وطبعا التبغ كله والمنتجات التبغ كلها عندها نفس القصه، الحاله المزاجيه. بس الضيف والحاجات والتبغ المسخن في حاجات اضافيه، بيبقى الشكل مع ان هو جايب حاجه جديده وغاليه. وطبعا عندهم القناعه، والله يعني زمايلنا من الدكاتره عندهم قناعه انها اقل ضررا، بس لو احنا خدنا الاعلان اللي مكتوب انها 95% سموم اقل، احنا لسه عندنا 5% سموم. ده باعتراف الشركات، احنا طبعا عارفين انها دلوقتي فيها سموم اكثر ومختلفه عن السجائر العاديه والشيشه. فانا مش طبعا مش متخيل ان الشخص بيروح بنفسه يدفع فلوس في حاجه معينه ويقعد يملى رسائل الكتروني، او في طبعا انواع ديسبوزابل اللي هي بخلصها بعد 1000 يعني نفس. وطبعا كل الحاجات دي وكل اللي احنا بنقوله يعني بيدخل من الودن ويخرج من الودن الثانيه، بس بالتاكيد بالتاكيد كل يوم وكل ما نتكلم عليها اكتر وكل ما نوعي وكل ما الدراسات تتعمل وتبين لنا مشاكل اكتر. طبعا ما ينفعش نبطل كلام عن اضرارها وعن سلبياتها وتاثيرها السلبي على السلوكيات وعلى الصحه العامه، ده طبعا ما فيش شك في الكلام ده. احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور وائل صفوت، استشاري البطنه ورئيس الاتحاد العربي لمكافحه التبغ والتدخين. شكرا جزيلا يا فندم.